مشاهدي قناه شوف تي في، صباح الخير عليكم. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. كما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في، حافله ديال النقل ديال المسافرين بعد ما تخلاو عليها، يعني الاصحاب ديالها ماليها. شوفوا الشكل ديالها كي ولا، يعني كان عند الغطاء ديالها والزاج ديالها كان الى اخره. شوفوا كي ولات الحاله ديالها الان. اشخاص، بعض الاشخاص اللي جاوا هنايا وخربوها بهذا الشكل اللي ولات عليه. حنا في شحال من لايف كنا كنوجهوا النداء للسلطات بالتدخل باش يحيدوها، لانه كانت هناك بعض الاشياء اللي كتمارس داخل هذه الحافله هذه. شوفوا الشكل ديالها الان كي ولا، يعني حافله مخربه كامله بشكل نهائي بشكل كلي. شوفوا الشكل ديالها كي ولا، هذا الشيء هذا راه ما يمكنش. شكون اللي دار هذا الشيء؟ شكون اللي دار هذا الشيء في هذه الحافله هذه؟ نتمنى من السلطات انها تجي تشوف هذه الحافله، الله يستر لي. كانت يعني كان كيتم الاستغلال ديالها، استغلال سلبي طبعا من طرف بعض المتشردين اللي كانوا كيجيو كينعسوا فيها. شوفوا كي ولات هانتوما، يعني الشكل ديالها كي ولا، يعني الغطاء ديالها اللي كان فيها كامل تحيد، الغطاء ديالها اللي كان فيها كامل تحيد، والحديد حتى هو الزاج ها هو مرمي هنايا في الارض، الحديد راه محيد، الغطاء ديالها بشكل كامل حتى هو محيد. شوفوا الجناب كيفاش ولاو، ف اجزاء بعض الاجزاء اللي فيها كاملين تم السرقه ديالهم بعد ما قاموا بنزعها من الحافله. انتم متتبعي قناه شوف تي في، ناشد السلطات باش انهم يحيدوا هذا الكار، لانه اول حاجه هذا ماشي بلاصه ديال، هذه ماشي باركينغ، هذا ماشي مكان ديال الحافلات، وماشي سميتو لافيراي اللي كنجيبو فيهم الحافلات اللي كيكونوا او العجلات اللي كيكونوا غير صالحين للاستعمال. هناك اماكن مخصصه لهم اللي يعني ما كنوليوش نشوفو انه هناك اشخاص مجهولين كيجيو كيقدروا ينعسوا ولا متشردين ولا كيتم استغلالها بشكل سلبي من طرفهم. شوفوا معايا الشكل ديالها كي ولا متتبعي قناه شوف تي في. هاد الحافله هذه كنا حاولنا نقلبوا على ماليها وهكا وكيفاش حتى جابوها لهنايا. سمعنا انه اصحابها هما اللي تخلاو عليها بعد ما كانت توفى، يعني مولاها كانت توفى الله يرحمه في النار هذا. فبالتالي وقع واحد نقاش ما بين الزوجه ديالو احد الافراد ديال العائله ديال الزوج، فبالتالي عبر سنوات الى الان تخلاو عليها حتى ولات بهذا الشكل هذا. ويعني بقات هنايا، بقات هنا في هذا المكان حتى حنا الان نتوما كما كتشوف، يعني بداو كيحيدوا حاجه بحاجه جزء بجزء من هاد الحافله ديال النقل هذه. شوفوا شنو هنا، شنو كاين هنا، السلام. شي كامل كيخرب كي يسيء الجمال ديال المدينه. مشاهدي قناه شوف تي في، نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر، الى اللقاء.